لو الحكايه فيها ان فيتو لا هنا بايظه وعمال اقول شعارات ميه وصابون مفيش صابون يا اخي. يعني احنا اول يوم هقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول له هادي. يعني معلش احنا ما بنضحكش على الشعب ولا يمكن نضحك عليه، بس واضح ان احنا كمسؤولين او كمديرين مدارس لا مؤاخذه فاهمين ان الموضوع شعارات وكلام وبنقول كلمتين والسلام. طب انا هستاذن وزير التربيه عليك واجي اروح برده.